مساء الخير مشاهدينا ومتابعينا ضمن عدد جديد من برنامجكم وقاية وعلاج، البرنامج لكي يواكبكم وكيكون معكم كل أسبوع الخاص بالتوعية الصحية رفقة أطباء ومختصين لكي يكونوا حاضرين معنا من خلال البرنامج. ولأن هذا الظرفية وهذا المرحلة مهمة جدا طبيعة الحال كان ضروري ما نتكلموا على نقط اللي هي أساسية وتخصنا نطرقوا لها رفقة أطباء والمختصين. البارح كان قرار اللي هو مهم جدا بطبيعة الحال، وكانوا بزاف ديال الناس كيتسناو، وكانوا مجموعة ديال التساؤلات اللي كيطرحوا في البال، ربما على الأقل الإنسان لقى مجموعة ديال الأجوبات وضحت الكثير من الأمور الكثير من المواعيد. أيضا لما أعلن المغرب على فتح الحدود الجوية والبحرية وغادي يستقبل المغاربة المقيمين بالخارج، هاد النقطة كانت أساسية جدا باش غادي نتكلموا على إجراءات وقائية واحترازية اللي هي في ظل هاد الظرفية. غادي نتكلموا ايضا على مجموعه ديال الدراسات اللي كنسمعوا عليها مؤخرا فيما يخص كوفيد 19 وتاثيره على اعضاء حيويه في جسم الانسان منها الدماغ. كذلك مرحله اللي هي مهمه جدا تعرفها العالم من بعد اعلان امريكا الانسحاب ديالها من منظمه الصحه العالميه، شنو التاثير اللي يقدر يكون مستقبلا. هذه كلها نقاط كان ضروري ولازم ما نطرقوا لها من خلال هذا العدد في برنامجكم وقايه وعلاج. ولهذا المواضيع كامله يسعد كثير لأنه تكون حاضرة معنا خلال هذا المساء كفاءة طبية مغربية مقيمة في ألمانيا. الدكتور عبد الرحمن مشراوي هو طبيب اختصاصي في أمراض القلب وأيضا في الطب الباطني. مساء الخير دكتور مشراوي، شرفتينا، أهلا وسهلا بك معنا. مساء الخير، شكرا على الدعوة ديالكم. أنا فرحان باللي نشارك ونحاول نقدم بعض نقاط نتاع التوعية في ميدان نتاع الكورونا وهذه الأزمة العالمية اللي كان عندنا. نعم، شكرا جزيلا لك. أول حاجة وكيف ما عودنا دائما المتابعين ديال برنامج وقاية وعلاج، شنو تقييمك بشكل عام للوضع في ألمانيا حاليا، يعني بشكل مختصر دكتور مشراوي؟ الوضعية في ألمانيا يعني وضعية جد جيدة، لأن التدابير اللي اتخذت هنا في ألمانيا كانت يعني مزيانة، لأن وكان بزاف العوامل اللي ساعدوا باش يكون هذا الوباء كيدوز بواحد الطريقة ماشي بداك العنف اللي داز عليها مثلا إيطاليا وإسبانيا وأمريكا والبرازيل وحتى فرنسا. هناك عوامل عديدة اللي ساعدت على هاد النتيجة وهاد الوضعية اللي فيها ألمانيا حاليا. من بينها ما نساوش باللي ألمانيا المراكز الصحية ديالها ماشي مركزة في مراكز كبرى في مدن معينة، إنما عندنا النظام تاع اللامركزية، وهذا ناتج أولنا النظام الفيدرالي في ألمانيا. إذن ما يمكنش قاعد تكون شيء مركزية بحال اللي كان في بعض الدول. وثانيا القدرة تاع التجهيز تاع المستشفيات، جميع المستشفيات مجهزة، وحتى دوك المستشفيات اللي عندهم غير 30,000 نسمة كتلقاهم عندهم تجهيز على المستوى الجامعي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى هناك واحد الوعي، الناس كيتكلموا بزاف على لا ديسيبلين نتاع لي زالمون، وفعلا الناس كيلتزموا، لما كيجي شي أمر كيلتزموا به. وعلاوة على ذلك في الميدان الصحي هناك نظام صدر في 1992 اللي كيجعل بلي المستشفيات كاملة يلتزموا الجودة، الطرق الجودة في العمل، لي ستاندار دو كاليتي راهم تخلقوا. هذا مهم بزاف في الطريقة نتاع العمل. وعامل آخر هو التكوين تاع الاختصاصيين في ألمانيا، ماشي كيختلف عن الاختصاصات في الدول الأخرى. مثلا اسمه الاختصاص مثلا باش لو كان يكون مختص في الأمراض، في أمراض القلب ولا أمراض الرئة ولا أمراض الكلي، لابد ما يدوز على تخصص في الأمراض الباطنية قبل ما يبدأ بلاسو سبيسياليتين. وهذا التخصص الأمراض الباطنية بوحده احنا كيستغرق عنا 6 سنوات
إذن كيكون عندنا واحد النظرة عامة على جميع الأمراض، الانفكتيولوجي، لي سوين انتونسيف، وكاع دوك الاختصاصات اللي الواحد يحتاجها في العمل اليومي. مثلا مهم جدا بالنسبة للكوفيد، الوباء، مثلا اختصاصي في الأمراض الباطنية عنده القدرة والتجربة الكافية باش يرأس باش يسير لي سوين انتونسيف، المستعجلات ولي سوين انتونسيف، ويمشي دوك الآلات نتاع التنفس، لي ريسبيراتور. ما كنحتاجوش مثلا الاختصاصيين في الريانيماسيون، لان الريانيماتور هنا في ألمانيا عندهم ميدان عمل آخر مع العمليات إلى آخره. إذن أن اختصاصيين عندهم نظرة عامة على المريض، جميع المشاكل اللي عنده يمكن الواحد يواجهها بقدرة. إذن كان هذا الفرق. أنا ما بغيش نقول باللي دول أخرى ما عندهاش اختصاصيين، لا، كان عرفوا اختصاصيين عالميين في المستوى العالمي، مثلا في فرنسا، في أمريكا طبعا، وبفضل لأنه كيتخصوا بكري، ولهذا كيوليو يعني عباقرة ومخصصين نعم. كبار في الميادين ديالهم. بصح النظام الألماني خاص، احنا كنتعلموا الجانب العام نتاع الإنسان، جميع الأمراض الباطنية عندنا خبرة عليها، لما الواحد يكون اختصاصي في أمراض القلب ولا في أمراض الرئة، كل هاد الناس كيفهموا في هاد الوباء نتاع كورونا. نعم، كيفاش استقبلتي يا دكتور مشراوي القرار اللي كان البارح، يعني لما تعلن عن فتح الحدود الجوية والبحرية يعني بالنسبة للمغرب؟ هذا قرار صار من طبيعة الحال، فرحت أنا شخصيا بزاف. غادي نقول لك علاش، لأن احنا درنا واحد البورتال في الهيئة ديالنا، في الشبكة ديالنا اللي نسمها سي تخوازيم، لو ريزو دي كومبيتونس ميديكال دي ماروكان دي موند. هي الشبكة الدولية، غير باش نوضحوها للمتابعين والمشاهدين، هي الشبكة الدولية للكفاءات الطبية في الخارج. الخارج تماما. احنا إذن الشبكة عندنا في عدة دول في العالم، وقمنا بهذه المبادرة باش نساندوا ونعاونوا المغاربة اللي حصلوا في الخارج. كاينين تقريبا شي بين 20 و25 ألف مغربي اللي حصلوا في الخارج منذ شهور، شهرين، ثلاث شهور إلى آخره، وكيعانيوا بزاف. أنا كننسق الأسئلة ديالهم، كنجمعهم وكنوزعهم على المختصين نتاع الشبكة في العالم كامل. كيجوني أسئلة من الولايات المتحدة، من كندا، من إفريقيا، من كوريا الجنوبية، وجميل، وحنا كننسقوا داكشي وكنجاوبوا على الأسئلة ديالهم. إذن عندنا واحد نظرة عامة على المشاكل اللي وقعوا فيها المغاربة في الخارج اللي بهذا الكوفيد. ألور حنا كنطرقوا خصوصا الجانب الصحي، لأن كاينين أمراض كثار، أمراض القلب، وكنوجهوهم، كنرشدوهم، وكنعاونوهم باش إلا كان لابد ما يمشيوا للمستشفى، كنعاونوهم، كنتصلوا بالمستشفيات باش يقبلوهم، ولا كاينين بعض كيحتاجوا الوصفات، لي زوردونونس، ألور ديك لي زوردونونس حنا كنصاوبوهم، كنعطيوهم لي زوردونونس، وإلا ما عندهمش باش يخلصوها، كان حتى القنصليات تبارك الله عليهم كيساعدوا، ولا بعض الجمعيات مثلا كما كان في بلجيكا وفرنسا، اسمو الزملاء ديالي كيجمعوا ليهم باش كيتمكنوا يخلصوا داك الشيء. بس هذه من ناحيه اخرى، كانت مشاكل اخرى، مثلا كان طلبه اللي حصلوا اللي عندهم مشاكل ماديه، مشاكل اخرى، ولا سيما كان مشاكل نفسيه كثيره بزاف. والحمد لله احنا عندنا في الشبكه دي بسيكولوج، دي بسيشياتر في كل موضع، وحنا كنوجهوا المرض، الا كان مثلا مريض
سولنا من فرنسا، كان جاو دائما شي واحد زميل في فرنسا اللي يتكلف به، وعلى حساب التجربه ديالي تبارك الله عليهم الزملاء ديالنا كيتهتموا بكل حاله، كل حاله كتجاوب في ظرف 24 ساعه، وكيهتموا حتى يحلوا المشكل. اذا حنا علاش عطيت لك هذه الامثله؟ حنا حاسين شنو كيعانيوا المغاربه اللي بقاو في الخارج. اذا الفرح ديالي كان فرح فريمون كبير لما سمعت بلي الحدود غادي تحل، وبصح لابده من الاجراءات باش الدخول تاع المغاربه يكون يمشي بسلام، والناس ما يتعداوش تما في المغرب اللي داخلين من برا. والاجراء المهم راه الدار اهم حاجه، هو ديك الفحوص اللي كتطلب مع الدخول نتاع المغرب من الخارج، هذا مهم جدا واساسي، وكنظن تقريبا كافي. الشيء الاخر هو الوقايه اللي كنديروها في المغرب ولا في المانيا، سمو ديك الكمامات لي ماسك، وباش الواحد ياخذ واحد لا ديستونس مع الاخر، حنا كنقولوا ميت ونص ولا جوج ميت بين واحد والاخر، وحتى في السفر في السفن ديالو في السفينه ولا في الطياره، احسن الطيارات ما ياخذوش ما يكونوش كومبلي، يعني ما يخلو دي زيسباس باش الناس ما يعديوش بعضياتهم. نعم، ربما في السفر ايضا كنعرفوا انهم يقدروا يكونوا ناس اللي عندهم امراض مزمنه مثلا او مشاكل صحيه اللي هما تعانيوا منها. طيله الفتره ديال جائحه كورونا كانت دائما يعني النصائح كتكون موجهه بشكل اكبر للناس اللي عندهم امراض مزمنه او للناس المسنين. خلال مثلا المرحله ديال السفر، يعني المغاربه اللي عندهم امراض مزمنه او لناس اللي هما كبار في العمر وجايين يعني بداك الشوق ديالهم باش غادي لبلادهم، شنو الاشياء الاساسيه اللي خاصه ما تغيبش على بالهم دكتور مشراوي؟ شنو النصيحه اللي توجه لهم من خلال برنامج وقايه وعلاج؟ هذا سؤال مهم جدا، لان احنا كنعرفوا باللي هذوك المرضى المزمنين اللي عندهم مرض مزمن هما اللي عندهم اكبر خطر. اذا غادي ناديو المسؤوليه نتاع كل واحد، ناديو المسؤوليه نتاع كل واحد، كل واحد عارف راسه باللي عنده مرض مزمن، يا حتى نبداو حتى من ديابيت، مرض السكر، اللي عنده مرض نتاع الرئه مزمن، اللي عنده مرض القلب مزمن، اللي عنده مرض الكلي مزمن، خص يكون واعي باللي عنده خطر كبير الى تعاده. غادي اذا غادي يحافظ على راسه ويلتزم بهذا القوانين نتاع الوقايه نتاع الهيجين باش ما يتعداش. نعم نعم، دراسة حديثة جدا دكتور مشراوي، والجميل أنه لما تواصلت معك يعني وكان الحديث عبر الهاتف وحنا كننص كل لهذا اللقاء ديال اليوم، ما شاء الله لقيتكم مواكب وعلى علم يعني بالدراسة رغم أنها حديثة جدا، وهو دراسة ولعلماء لليوم كيتكلموا على تأثير كورونا أو كوفيد 19، ويقدر يعني كيتكلموا أنه ممكن ولا يقدر يعمل تلف على مستوى الدماغ. ربما تيتكلموا تيقولوا هذه ماشي من الأعراض اللي هي كتكون على المدى القصير، وإنما من الأعراض ولا المضاعفات اللي ممكن أنها تكون على المدى البعيد. ماذا صحة هذه الدراسة دكتور مشراوي؟ أولا هذا احتمال، مجرد احتمال، هذاك المدى الطويل خاصة بعدا نكونوا مجربينه. الابحاث العلميه اللي كتشير لذاك الشيء ماشي ما عندناش في انها برهان، اذا احتمال، اذا سيتوني بوتيز. علاش؟ بصح لكن في الحقيقه نجمو نتصوروا بلي غادي تكون مضاعفات في اعضاء اخرى. لان المرض ماشي مجرد انفكسيون اللي كتوقع، انما كت كينتج منها واحد اضطراب في الجهاز نتاع المناعه في لو سيستيم ايمونيتير، وهذا الخلل اللي كيوقع في السيستيم ايمونيتير كيمكن ياثر بزاف نتاع الاعضاء، لان هو اسمه اداه
كيكون سيستيميك سي ان افي سيستيميك يمكن 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 يقيس اي عضو من الاعضاء المخ ولا الكلى ولا الكبد الى اخره. هذا ممكن لكن احنا الى تذكرنا على داكشي اللي كانوا بكري كيقولوا على لا مالادي نتاع ياكوب كانوا كيصوروني واحد تصوير خطير بزاف وداكشي ما وقعش. وهذا الاحتمال ما يمكنش يكون عنده برهان حاليا. نعم اسمح لي ربما حتى اللي كان قائم على الدراسة دكتور مشراوي ربما انت كتعرفه شخصيا يعني كشخص او لا يعني الا بغينا نتكلموا ربما حتى هذه الدراسة واش خضعات ربما لبعض المعايير معينة او ولا كيف ما تكلمتي هي فقط مجرد احتمالات وفرضيات يعني علميا ما لا هناك دي دوني سيونتيفيك معطيات اللي تبين باللي كيوقع هذا الخلل. لكن كيفاش نجمو نفرقوا بين شي اعراض يعني خاصه بهذا الفيروس والاعراض اللي كنعرفوها ماشي 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 زعما جديد علينا. كل واحد اللي كان في لي سوين انتنسيف وفي الغيبوبه وكان كي الدواء غير بلي ماشين الى اخره كيأثر على المخ دائما. هذوك اللي كيخرجوا من لي سوين انتنسيف ديك الحاله بزاف منهم كيكون عندهم خلل عقلي كثير. مثلا كنعرفوا هذا الشيء حتى في الناس اللي كيديروا العمليه مثلا العمليه نتاع القلب بزاف فيهم لما كيخرج كيفيقوا كيبقوا بعض المرات بضع الأسابيع وهما تقول هادو حمقى كاع. بزاف الناس كيمشيو حتى المستشفيات نتاع لا بسيكياتري. إذن هاد الحالات اللي كيهضروا عليها ماشي شي حاجة جديدة. راه كنعرفوا بزاف نتاع الأمراض اللي الأمراض الخطيرة اللي عليها الواحد كيتعالج في لي سوين انتنسيف، لأن الظروف نتاع لي سوين انتنسيف كتغير بزاف. كاين فيها تغيرات في الدورة الدموية والمخ حساس بزاف كيحس غير ينقصوا شوية الأكسجين يمكن يكون عنده شي خلل. هادو هما الأسباب. أما أنا ما كنظنش بلي هاد الحالة اللي كيهضروا عليها بلي خاصة غير بالفيروس كوفيد أبدا. نعم هو ليس بطبيب فقط غير المعلومة دكتور مشراوي ربما اللي قام بهذه الدراسة هو ليس بطبيب يعني لا اسمو هالدراسات كيديرهم لي فيرولوج مع يعني مختصين في علم الفيروسات مختصين في لا نيورولوجي ولا بسيشياتري. بصح ما عندناش شي ماده اللي نلاحظوا فيها التطور نتاع هاد الناس. دكتور مشراوي هاد المره غادي نتكلموا على الموجه ديال الحر اللي كتعرفها مجموعه ديال المدن والجهات يعني في المغرب. مدى صحه على انه هاد الحراره او الارتفاع في درجات الحراره ممكن يكون عنده دور في القضاء على فيروس كورونا وبالنسبه اللي هي كبيره، مدى صحه هاد المعلومه دكتور مشراوي؟ فعلا في الابحاث الاولى اللي جرات في الصين كان تبين باللي الحراره كتقضي على لي فيروس ابتداء من واحد الحراره معينه. لكن داكشي بقى امنيه. حنا كنشوفوا باللي في البلدان الحاره مثلا البرازيل السعوديه مثلا حاليا فيه تكاثر نتاع الحالات ما تصدقوش ديك الاحتمالات. إذن أبارامو هذا الفيروس كي عنده مناعة كبيرة على الحرارة وعلى البرودة بجوج. وبصح كاين احتمال باللي وكيبغي ندع. بصح أبارامو على ما يظهر انه ما كي اسمه الحرارة ما كتقضي فيش بزاف في هذا المستوى. فكانت أمنية وكنا فعلا كنظنوا باللي لما يسخن الحال في الصيف غادي يقلوا الحالات. بصح ما وقعش داك الشيء مع الأسف. نعم
نعم، ربما آخر حاجة وبها غادي نختموا اللقاء دكتور مشراوي، يعني كانوا مجموعة ديال التلاميذ والطلبة اللي اجتازوا امتحانات البكالوريا، كنعرفوا على أنه البكالوريا هي نقطة تحول يعني بالنسبة لكثير من الشباب، ومرحلة اللي كلنا مرينا منها كيعتبروها نقطة فارقة في المشوار ديالهم يعني وفي الحياة ديالهم والاختيارات ديالهم اللي غادا تكون من بعد. نبغوا نعرفوا أول حاجة المدينة بعدا والأصل ديالك دكتور مشراوي، وكيف كيفاش من بعد حصولك على شهادة البكالوريا هنا في المغرب جا القرار على أنك غادي تنتقل لألمانيا وتما غادي تمشي في المشوار الدراسي وغادي تستقر، يعني غادي تختار حتى الاستقرار والمجال ديال العمل ديالك غادي يكون في ألمانيا؟ وأنا من فيجيك، فيجيك في الشرق نتاع المغرب. نعم. ربما سمعت شي مرة على فوق فيجيك، كانوا يضربوا به فوق المثال فيجي. هذا المثال، راكم عارفين اش كيعني. انا درت البروفي ديالي في فيجيك، ومن بعد اضطريت ننتقل لسلا، لان في فيجيك ما كانش فيها في ديك البكالوريا في ديك الوقت. وكنت مشيت لواحد المدرسه حره، من ديك المدارس الحره المعربه. قريت انا زعما قريت درت بكالوريا معربه، بصح بكالوريا دي سيونس اكسبيريمونتال، العلوم التجريبيه. واختارونا كنجباء في القسم، كانوا حنا كنا أربعة بينا، واختارونا باش يعطيونا منحة لألمانيا. كانوا جاو في ذاك العام 10 المناح للمغرب كامل، والمدرسة ديالنا خدات 4 المناح منها، وجوج منا نجمو يجيو، وجوج بقاو تما. ايوا هذاك. وكان في نيتي لما كنت في السن تاع 15 سنة، كنت بعدا قررت ندير الطب. علاش ندير الطب؟ باش ندير الاختصاص تاع أمراض القلب. هذاك علاش جيت باش ندير اختصاص القلب. وكنت باغي زعما نرجع للبلاد من طبيعة الحال، لكن ما تيسرش، لأن ما لقيت أي مساعدة مع الأسف في المغرب في ذيك الوقت. هذا كان نتكلم على سنوات 80. أنا تخرجت كاختصاصي في أمراض الأمراض الباطنية وأمراض القلب في 1981، ومن وتابعت الدراسات ديالي نتاع سمو باش ندير هاد لا كارير نتاع بروفيسور أغريجي وبروفيسور يونيفرسيتير. وهذا الشيء في ألمانيا أيضا كيختلف من دول الأخرى، باش هذا مجرى كيدوم 12 سنة نتاع البحث العلمي والتدريب في التدريس. الوقت 12 مثلا 6 سنين باش الواحد يولي بروفيسور اغريجي، والسنين اخرى باش يولي استاذ جامعي. هاد المجرى درته، وكنت رئيس قسم الامراض الباطنيه في فلانسبورغ، هي في شمال المانيا. وزياده على ذلك انا بروفيسور شرفي في روسيا، لان كندير تما دروس كل عام، وتبارك الله العالم المغربي راه كيرفرف تما في القاعات نتاع كليه الطب. شرفنا المغرب باش بهاد المبادرات اللي كنا نتعاون بين المانيا وروسيا في هذا الميدان. نعم، وانت كفاءه طبيه مغربيه اللي حنا كنفتخروا بها دكتور عبد الرحمن مشراوي. شكرا جزيلا لك، ونورتيني خلال هذا العدد من برنامج وقايه وعلاج. شكرا لك مره اخرى. حتى انا كنشكركم جزيل الشكر. مع السلامه. شكرا جزيلا مشاهدينا ومتابعينا، احنا وصلنا لنهاية هذا العدد من برنامجكم وقاية وعلاج. عدد جديد غيجمعنا الأسبوع المقبل. لكم تحيات عفاف ماجد، وأيضا تحيات زميلي مهدي فرحي لدائما المرافق ديالي في الإخراج. نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.